السلام عليكم وأهلا بكم. مشروع النهاردة هو استغلال كنز كبير جدا وهو بحيرة المنزلة. بحيرة المنزلة كانت مدمرة وبتتعرض لإهمال كبير وتلوث ومشاكل ملهاش آخر، لحد ما اتعمل مشروع ضخم لإعادة البحيرة للحياة وقدرنا نرجعها أحسن من الأول. بجانب تطهير البحيرة عملنا مشاريع كبرى زي أكبر محطة معالجة مية في العالم، وعملنا مصانع لاستخلاص ركاز المعادن من الرمال السوداء بيقوم عليها 49 صناعة. كمان عملنا شبكة طرق ومحاور وكباري عشان تربط كل المحافظات المطلة على البحيرة ببعض. هنشوف كل المشاريع العملاقة دي اتعملت ازاي، تابعونا. مصر موجود فيها كنز اسمه البحيرات الطبيعية الداخلية، وبحيرة المنزلة هي واحدة من أكبر وأهم البحيرات دي وأخصبها. موقع البحيرة مقابل لمدينة المطرية وبيحيط بها أربع محافظات، هما الدقهلية وبورسعيد ودمياط والشرقية، وكمان البحيرة بتتصل بقناة السويس من عند جنوب بورسعيد زي ما احنا شايفين، يعني الموقع مميز جدا. طيب ليه البحيرة دي تحديدا مهمة للدرجة دي؟ لأن البحيرة بتنتج تقريبا حوالي 50% من إنتاج أسماك البحيرات الطبيعية في مصر، لكن للأسف مشاكل البحيرة بدأت تظهر. كان بدايتها ان مية البحر الابيض الشريان الاساسي للبحيرة ما كانتش بتوصل للبحيرة، وده لان البواغيز اللي بتغذي البحيرة اتسدت، واللي هي ممرات مائية دورها انها تعمل توازن في دخول وخروج المية للبحيرة، وبالتالي المية مش بتتجدد وبتتلوث والثروة السمكية بدأت تنهار. واللي زود الكارثة موضوع الصيد الجائر اللي قضى على الاسماك والزريعة. ضف على كده وجود جميع اشكال التلوث البيئي من قمامات ونفايات مصانع و12 مليون متر مكعب من الصرف الصحي والزراعي والصناعي، ده غير عدد كبير من البيوت والمناطق العشوائية اللي ظهرت على البحيرة. كل ده أدى لتدمير البحيرة اقتصاديا وقلة إنتاجها من الأسماك، لحد ما عملنا أكبر خطة لتطوير البحيرة في تاريخها. أتكلم عن المنزلة لأن احنا في بداية حركتنا كدولة لمجابهة الموضوع، يعني كان استقبال الناس ليها في بورسعيد ويمكن في دمياط ويمكن في الدقهلية، يعني ما كانش، يعني كانت ناس قلقانة ان احنا عايزين نعمل ايه. البحيرة دي 250,000، وكانت قبل كده اكبر من كده بكتير، ولكن التعدي وسوء الاستخدام والعشوائيات تاكلها والفوضى والصرف الصحي والزراعي والصناعي ترمي، وصلنا للي احنا فيه. وبالمناسبة لو كنا سبناها في الست سنين اللي فاتوا دول كان الموضوع هيبقى أسوأ من كده، ونستمر في هدر ثرواتنا، ثروات بلدنا. وعلى قد الحلم مكان كبير، كان الجهد أكبر وأكبر، وتتضافر جهود الجميع لتحقيقه. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وجميع المؤسسات المعنية، واتعملت دراسة علمية شاملة. اتقسمت البحيرة لأربع قطاعات، ودارت ملحمة من أكبر ملاحم التفاني والعمل. بدأت بأعمال تطهير البحيرة من الهيش والغاب والبوس وورد النيل بمساحة تقدر بـ 34 ألف فدان. المشروع الرائد اللي بنعمله في بحيرة المنزلة بنعمل إيه؟ بنزيل التعدي. طب ما التعدي ده من مواطنين، وهم هيشعروا إن إحنا يعني مش باقيين على مصالحهم. لا، أنا عايز أبقى على مصالحهم، ولكن في مصلحة شاملة، مصلحة الشعب المصري كله. إزالة 4100 حالة من التعديات، مباني وعشش ومزارع غير مرخصة. وبدأت أعمال التكريك لزيادة عمق البحيرة برفع 30 مليون متر مكعب من الرواسب من خلال كركات هيئة قناة السويس. ولزيادة معدلات التكريك تم تدبير 10 كركات من أكبر شركات كركات في العالم. ناتج التكريك بعد تحليله في المعامل وجدناه مليان بالمعادن اللي ليها قيمة اقتصادية كبيرة، وده مش غريب على أرض مصر المليانة بالخير والعطاء. عندنا 6 معادن اقتصادية رئيسية، عناصر دي ذات قيمة اقتصادية عالية كانت مهملة خلال الفترة اللي فاتت خالص. المعادن دي بتدخل في صناعات عديدة جدا، تقريبا 49 صناعة. ولمعالجة مياه الصرف بننفذ أكبر محطة معالجة ثلاثية بطاقة 5 مليون و600 ألف متر مكعب من مياه مصرف بحر البقر. وبالإضافة لمحور 30 يونيو اللي تم افتتاحه وبيخدم أكتر من محافظة.
وعشان نمنع أي تعديات على البحيرة في المستقبل، إنشاء طريق بطول 80 كيلومتر يربط بين محور 30 يونيو والطريق الدولي الساحلي حول بحيرة المنزلة اتجاهين بعرض 12 متر. كما تم تنفيذ عدد 5 كوبري خرساني لعبور السيارات، وكمان لخدمة أهالي بحيرة المنزلة في المحافظات الثلاثة بورسعيد، دمياط والدقهلية. اتحملت الدولة قيمة التطهير والتكريك للبحيرة، أعمال جبارة نفذتها شركات مصرية بإيدين مهندسين وعمال وفنيين وشباب مصريين اتحدوا الزمن والمخاطر. محدش كان يتخيل إن المستحيل ممكن يحصل وترجع البحيرة لسابق عهدها. لأن أنا هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت. مياه البحر الأبيض المتوسط لما دخلت جوه البحيرة أوجدت أنواع من الأسماك جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، زاد إن المخزون السمكي في البحيرة زاد بكمية كبيرة، أصبحت البحيرة ملك للناس كلها وملك للشعب كله، الكلام ده ما كانش موجود قبل كده. كأروع محمية طبيعية بتستقبل الطيور المهاجرة في فصل الشتاء، ومصدر لأجود أنواع الأسماك البحرية والنيلية. هي دي مصر النهاردة، هدفنا نحافظ على كنوزنا، ثروات كل المصريين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.